السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، أهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. هذه الأيام لمحافظات أغلب المحافظات العراقية، والفلاحين العراقيين ينشغلون بموسم الحصاد وتسليم الحنطة إلى صوامع وزارة التجارة. دعم بهذه الفترة من كل سنة، وخاصة بهذه الأيام نعرف الأرقام اللي ممكن يجد وصل إلها العراق من إنتاج القمح في أحد السنوات، يعني وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، أكثر من 4.5 مليون طن، أكثر أيضا بقليل. ولكن الأرقام اللي قاعد توصل إن وعبر يعني اليوم إعلام وزارة التجارة إن الأرقام لا تلبي الطموحات، وخاصة إن العالم يعيش أزمة غذاء بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، وبسبب ارتفاع أسعار بورصة الحنطة عالميا. الأرقام تقول إن العراق حقق تقريبا وصل يطخ 1 مليون طن فقط، مع العلم إن العراق تقريبا حاليا يحتاج إلى 6 مليون، يعني نقص 4 مليون طن. هذه الأرقام أو هذا النقص أو العجز يجب اليوم فتح موضوع الاستيراد، مثل ما نعرف أن الدول المصدرة تخلي شروط كثيرة وكبيرة وأسعار عالية. أيضا أمس تعاقدت وزارة التجارة مع الشركات الأمريكية باستيراد 1.5 مليون من الحنطة، للأسف خسارة للعملة الصعبة في بلد مثل العراق يسمى بأرض السواد، يعني نهرين وأرض خصبة وفلاح صار له 6000 سنة يزرع، ما وصلنا إلى أرقام تلبي الطموحات. شنو السبب؟ ليش الموسم الزراعي وصل لهذه المرحلة؟ هل بسبب تقصير حكومي وقلة دعم حكومي، أم لقلة اليوم الحصص المائية العراقية؟ ضيفنا اليوم من الجمعيات الفلاحية الشيخ أبو سعد المسعودي، أهلا وسهلا بك. ضيف عزيز في برنامج أرض السواد، أحد المؤسسين لبرنامج أرض السواد. الله يسلمك ويعزك، هذا شرف لي شهادة أعتز بها. الله وبرنامج أرض السواد هو برنامج الكل، وبرنامج الفلاح العراقي والشهم، ويغطي كافة أمور الفلاح وصوت الفلاح، ونشكركم على هذا البرنامج بخدمتكم. احنا شيخ أبو سعد، بما أنك اليوم ناخذ نموذج المدائن، وأنت أحد مزارعين في المدائن وعضو جمعيات فلاحية في المدائن، قلت لي ما زرعنا أبد. احنا الأزمة اللي مر بها العراق أزمة اقتصادية كبرى، خصوصا في الجانب الزراعي المهم في شقيه النباتي والحيواني. ما تنهض الدول المتقدمة أو الدول اللي تريد تنهض، ما تنهض إلا مو بزراعة قوية، يعني اقتصاد زراعي قوي متين، اللي هو مصدر العيش والأمن الغذائي للدولة. نعم. المدائن جزء من العراق، أرض زراعية يعني يمتاز بأراضي زراعية خصبة جدا، وأهل يعني مزارعين كلهم، ماكو متهن غير مهنة أخرى. هوية المدائن هي هوية المدائن الزراعة. المدائن تأثر نصف المدائن. نعم. نصف المدائن يعني عندنا مشروعين رئيسية بالمدائن، مشروع الوحدة وما يتبع من مشاريع أخرى، والجهة الثانية اللي تابع قضاء المدائن هي مشروع 9 نيسان وما يتبع أيضا من مشروع القرولي ونهر ديالي. ديالي بست نهائيا يعني ما بها مي يغذي المشاريع اللي هي على نهر ديالي بضمنها مشروع 9 نيسان. نعم. مشروع الوحدة لازين يعني. مشروع الوحدة مين يتغذي؟ يتغذي من دجلة. من دجلة. من دجلة نعم. مشروع الوحدة يتغذى من دجلة، والمياه الشرب كاملة تتغذى من دجلة اللي كل اللي بالنهروان. على يعني عليها يعني ايضا صار عليها ضغط، هو عليها البسمايه وعليها شركه ماس وعليها المي مدينه بسمايه يعني كبيره جدا تحتاج لها كل شوي مي، هذا ايضا اثر عفوا. ولكن زراعه السنه بالمدائن ممتازه نعم ممتازه، والفضل يعود لاداره الري اللي عندهم قدره يعني بالتنسيق بالتعاون بالامور الاخرى بالتصليح قدروا ان يوصلون مي، ماكو شكاوى من مي عندهم، وزرع ومي لعفو زرع وزرع على موسم الزراعي مال هذه السنه موسم ممتاز، ويستاهلون فلاحينا في المدائن، وتحيه لهم.
ممتاز. نعم الحنطة. الحنطة نعم الحنطة هو اللي زراعة الحنطة. السوق عندك معلومات تقريبا؟ التسويق الكلي احنا عندنا خطة زراعية كانت مقننة، ولكن الزرع فلحنا الزرع يعني أزلنا الخطة من 50%، ما عندي الكمية المضبوطة ايش قد سوقنا. أي الأفضل أو اليوم التقييم الموسم السابق بالمدائن كزراعة حنطة لو هذا الموسم؟ كمدائن هذا الموسم بس عموما أتوقع العفو كمشروع الوحدة، كمشروع واحدة، مشروع واحد من المزرعة كمشروع الوحدة في هذا الموسم أفضل من الموسم السابق. أما مشروع 9 نيسان والقرغولية هذا أكو تأثير صار بها وتأثير قوي جدا، لما 9 نيسان صفر يعني صفر يعني من أقول كلمة صفر يعني ماكو زرع نهائيا لا بال يعني ماكو بالنهار بشلون يزرع ولا أمطار. إحنا صار التأثير علينا وعموم العرق تأثر بالأمطار، إحنا في تأثير تغيير جو أثر على كل العراق وقسم من المحافظات والأراضي اللي كانت تعتمد أيضا على الأمطار بما فيها ديالة. ديالة نهائيا يعني مع الأسف ديالة هي كانت تتغذي يعني اكتفاء ذاتها نفسها وتصدر تكمل محافظتها وتصدر للمحافظات الأخرى يعني تكفي أمورها. نعم ديالة سنة لا والله تأثرت وما تستاهل ديالة تتأثر أصلا ديالة أصلا ما دخلت بالخطة الزراعية المي ما بس بقول لهم البستن. اي نعم هاي شيء قليل يعني أنت اللي يبقى بس اللي يستثنى هذا أصلا تعد خطة. احنا بالزراعة لا تستثنيني 10% 5% وهي ما تحسب هذا نعم. المشكلة نعم اليوم يعني مثل اللي تكلمنا احنا اخذنا نموذج بما انك اليوم تمثل المدائن، عندنا مشروعين تغذي المدائن الوحده و9 نيسان. نعم. 9 نيسان خرج عن الخدمه خرج عن الخدمه نعم خارج ولا زال لهذه اللحظه هو خارج لهذه اللحظه. غير اكو خطه بديله اليوم الري في هذا المنطقه يعني خطه بديله يعني كيف انا اترك هيك موضوع وانا احسب لي الف حساب اكبر من حجم شعبه الموارد المائيه يعني شعبتنا هذا اللي صار عندنا اكبر من حجمها يعني شيء منين يجيب لي مي؟ هذا المي راد سياسه سياسه الدوله وسياسه الدوله راد لها سياسه يعني قويه جدا يعني هذا مصير بلد يعني مو مصير مشروع 9 نيسان ما 9 نيسان اكو عندنا مشاريع اخرى بس ما تت دياله محافظ دياله انسدت روافد اللي تجي من ايران تغيرت الى اتجاه اخر قطره واحده ما تنزل على سد حمرين يعني عندنا اتصال يعني اليوم عندنا اتصالات يعني خاصه مع أخوة عرب في الأهواز نعم يعني نتكلم نعم. حتى نفس اللهجة ونفس الامتداد نعم. العشائري وغيرها صحيح أيضا يعانون من أزمة مياه هي أزمة عالمية هو الأزمة أزمة المياه أزمة عالمية نعم حقيقة بس هسه ما عندهم اكتفاء ذاتي للمي إيران وتركيا يعني ما عندهم أزمة عندهم جاي يغيرون المجاري مالت الروافد اللي تعبر علينا اللي إنها من أتى حصص أو جهت يسوون عليه سدود 4 سدود سوت إيران هسه على نهر ديالة اللي إحنا عايشين على نهر ديالة. ما هي المشكلة الآن الروافد اللي قاعد. نعم سدتها الروافد كان توصلنا ما يغذينا. أنت تدري هسه أكو مشكلة للأسف الشديد جزء الدولة تدري بها المياه الثقيلة مال المجاري اللي جاي صب ديالة جاي ترجع المكان جاي صعدوها للزرع وراح يسوي أمراض. هيك وصلت المرحلة. اي نعم اكو جاي راح تسوي امراض. يعني هالفضيلية وهاي المهمات. جاي يرجع الماء يشيل المضخات ماله يعني شو يسوي؟ يريد يشغل يعني شغله صعدة مياه آسنة ثقيلة جدا. للأسف. وحتى مؤثرة على المشاريع المبطنة يعني. حتى على البيئة. على البيئة يعني. طبعا أحبة المشاهدين خلونا نشوف هذا الفيديو اللي فيه الكثير من المعلومات حول أرقام إنتاج الحنطة في العراق.
رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، وطبعا مكملين حلقتنا لهذا اليوم مع الشيخ أبو سعد المسعودي. اليوم شيخ أيضا نتكلم ب يعني دائما يعاني منها الفلاح، موضوع تأخير صرف الصكوك. يوم السنة السنة زينة السنة يعني هي ما مسوية فضل علينا يعني هذا حقكم أبد ما مسوية فضل، خلي اسمعنا ولا يزعل من عندنا السيد وزير التجارة وتحياتنا إليه، هذا ما مسوي فضل يعني اعطيناكم مستحقاتكم باعوا اسمه الفضل للفلاح اللي جاي ينتج دي يعطيكم مال عام مال عام نعم هو انت مال سنه انت مثلا انا صار الاسبوع مسلم شفت استلمها يجيك سنه يعني هم بدوا يسلمون التسويق مال اللي انفتح عندهم شهر الخامس استلموا الاوائل استلموا الاوائل نعم اي نعم مسلمين يعني وجبتين وثلاثه بدوا يستلمون تيجي الصكوك وتنعلن وانسيابيه جدا بهذا يعني حقيقه هو ما قلت لك ما مسوي فضل ولكنه تفرع الفلاح يعني لان السنوات اللي عام وتعبكم راح مع على وضعك حتى جيناكم بتظاهره اي وقتها ما مسوي مع مو نريد نزرع نريد نسقم يعني انت جيتنا نريد نسقم انت احنا انتاجنا بال ب 2021 كان 4 طن و 203 و 34 هي العرفة 4 مليون و 243 ألف 2021 تراجع بنسبة 32% عن سنة 2020 2020 كان عندنا 6 مليون وفوقة صح عندنا ارتفاع ذاتي صح من هذا الجانب بدأ التراجع اللي كانت المستحقات ما ينطونهم كيمياوي قليل قال السيد وزير الزراعة مع السيد الوزير قال ما قدرنا ننطي يعني اسمه كيمياء حتشاهد ما نقدر وهي يعني سبب رئيسي في زيادة الانتاج هي الأسمدة والمواد الأخرى اللي نحتاجها مدهول بس للأسف يعني هذا اللي صار يعني موضوع مثل لوريات تظل يومين هو ثلاثة أيام موجودة بعد هي لو انحلت لا لا ولا لوري يبقى باليوم الواحد احنا مو أكو صارت عالية يعني احنا كان محافظة واسط تطلع أولى على صحيح هي الأولى السنة واسط ما دخل علينا ما خلوه حتى احنا من المدان عندنا سيارات من المدان ورا سيطرة اللج ممنوع تعبر اللي يروح ينقي معامل التنقية اللي يصير ورا اللج يروح ينقي ما يخلونه يدخل يعتبرونه جاي من غير اي من غير ما يصير لهذا السبب صارت تظاهرة من فلاحين واسط واسط سوى تظاهرة انتاج عنده هواي هو الرجال واسط يعني فلح انتج خوش انتاج ويردون انسيابية ويردون فلوسهم هم عندهم قرار يردون سلم بلم يعني اللي يسلم العنطة تطيح بس ما يسلم لازم اكو آلية حياتنا اليوم احنا نعم ونرد ناخذ نعم هم من حقه لان هو جاي هو شغله هذا يجي يوصل للنتيجة هم قالوا لا نريد احنا نسلم العنطة تسلمونا فلوسنا هذا هم شغله استاذ عدنان الدلفي يعتبر على واسط لا على المدان لا على المدان على المدان المدان يعني يوم يبصر تظاهرات هدعية تخافون تحياتنا لهم هدعية طالع حد يعني تحياتنا أكيد لكل فلاح احنا ما نريد اليوم تصير لا احنا والله شكرا عزازية بين اليوم هذا الموسم تحية عن يعني من قناة الأيام أنا أعتبر نفسي من أحد أنت قلتها مؤسسين ويانا صحيح تحية باسم القناة لكل الفلاحين العراق اللي أبدعوا سنة يعني بالإنتاج وعاصروا كل الظروف وكل الأمور اللي المعوقات ووصلوا وإنتاج يعني إحنا وراء مليونين إلا طبعا مليون 900 ممكن يطخ مليونين إن شاء الله يعبر إن شاء الله نتمنى يعبر بس هذا مو حل مليونين يعني كانت رقم قليل كانت وحيت نينوى تنتج هذا الأرض صحيح فعلا وحيت نينوى تحياتنا لأهل نينوى نعم زي الموضوع يعني لحد الان اكو انسيابيه بتسليم اي نعم انسيابيه بالتسويق انسيابيه بتسليم المبالغ ماكو اي اشكال كسائل ورصافه هذا هو ستاندر يعني الرجل بيه مدير خوش داير اموره رقم سعر الحنطه كطن كسعر جيد مجزي تمام نعم راضين عليه 850 راضين عليه ايش قد كان؟ كان 560 زيادة صارت صارت زيادة هي مو جت فضل لنا ولا احنا جت تكريم لنا السوق العالمي ارتفعت صار غضب بالمواد الاستراتيجية بما فيها الحنطة بسبب الحرب الأوكرانية الروسية ارتفع السعر اكيد احنا جزء من نظام هي بورصة واحدة الحنطة يعني
نعم نعم، ولو يدعمون الجهات الرسميه المسؤوله عن الوضع الاقتصادي خصوصا الزراعي، تدعم الفلاح والله يبدع الفلاح وحتى يسوق، عنده القدره ان يسوق. نعم احنا عندنا يعني مشاريع زراعيه كبرى، ويقدرون يعني يقدرون الجهات الرسميه تقدر تفتح بعد مشاريع وبطاله، حتى نقبع البطاله. صحيح، حتى نقبع البطاله الجميع اليوم. نعم يعني مشان ببالي انا اقترح ان الدوله هي تاخذ قاعان، تعال انتم تعينوا اشتغلوا، ما انطي راتب، انطي نسبه من المحصول حتى هو ينتبه على داري، وازرع الجزيره كلها المساحات الصحراويه اللي باقيه، ليش اخليها اللي على بير واللي اقدر اوصل لها مشروع، واللي والله العظيم هم تغذي البلد وهم تدعم الاقتصاد وهم نعيش العالم. احنا تري هذا الوضع، تصير هجره من الريف للمدينه، وبعد ذا جاء للمدينه بعد ما يرجع لو يجي يشوف منه ما يرجع بعد مثل ما صارت في صارت راح بعد ما يرجع. احنا يجب ان الدوله تنتبه، سوى غراءات يعني غراءات وتميزه، تخليه يعني ابو الريف تخليه متميز على المدينه، ما يشيل حتى لو يظل ما يشيل، يظل مشلب بقاعه. اسوي له تسهيلات السنه. اليوم قلت انه زراعه الاستراتيجيه وخاصه الموضوع الحنطه، نعم، يحتاج موضوع الاسمده او الكيمياوي. احنا عندنا معامل بس ما جاءت تشتغل، فتحوا استيراد 100 اجازه استيراد، انطى 100 السيد وزير الزراعه يعني انطوا 100 اجازه استيراد. مشكله ارتفاع السعر هذا الموضوع ارتفع، اي نعم. هل بسبب اليوم قله استيرادنا او يعني هو قليل بالسوق موجود ولا هو غالي؟ ايضا عالميا صعد هو. ايش قد تقريبا صار سعر حاليا؟ احنا وصل عندنا السنه بالموسم بالمليون ونص، اللي كان ب 300 و 600 يعني ثلاث اضعاف او ضعفين. الطن الواحد كم؟ طن الواحد لازم كم دونم تخلي له؟ والله حسب الحاجه، احنا جماعتنا يخلون يعني 50 كيلو للدونم الواحد، يعني طن يعني 15 دونم. لا 20 طن. 20 اي طن 20 بس يذبون على وجبتين يعني طنين بس. هو انا اقول لك سوي انتاج، سيد الوزير طلع على الحله، شفته انت يمكن؟ ايه نعم. اللي قو مزرعه نموذجيه دبت 2.5 طن دونم للدونم، للدونم الواحد. معدل ايش قد يسب المدان قاعد يذب تقريبا الدونم الواحد؟ طن قليل ينزل الطن. هذا رقم جيد؟ انت كلش ممتاز. نعم كلش ممتاز على مستوى البلد ممتاز. احنا عندنا 12 مليون دونم، اذا كل دونم يذب له طن 12 مليون، يعني يصير عندنا 6 فائض. صحيح. لو 50 يعني بالمئة الانتاج مو طن 500 كيلو نصف طن، هم يصير عندنا 6. للاسف ليش اكو بعض المزارع، يعني انا عندي اعرف ناس بكركوك 300 كيلو 400 كيلو، هل هو يعني ما معتني به؟ هذه احتمال مطري، هذا موسقي. اي صحيح، لان هو كركوك. اي مطري كركوك يطشنوا عليك يا الله، لا يعطين سماد ولا يعطين على المطر، اذا فاتت سقوه مال ريه وحده تنزل يعني ما تلزم. ما تلزم. نعم. طبعا احبه المشاهدين، بما انه نتحدث يعني حقيقه هذا الفيديو اليوم، تجينا بعض الرسائل من وزارة الزراعة من الأخوة أنه دائما برنامج أرض السواد ممكن ينتقد عمل وزارة الزراعة. لا بالعكس، إحنا إذا كان العمل لا يلبي الطموح ننتقده، بس إذا عمل جيد لا والله بالعكس نرفع اليوم إيدينا للتحية لكل الأعمال الجيدة. يعني مثلا أبسط مثل هذا الفيديو اللي راح أظهر لكم إياه، زيارة ميدانية لوزير الزراعة السيد محمد الخفاجي إلى محافظة بابل، والحقيقة يعني نزل مع الفلاحين حتى يعني اليوم جرب موضوع الحصاد، تكلم معاهم وجه لوجه. إحنا هذا اللي نريده، وكل التحية لسيادة الوزير. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. السنة ما انطينا المزارعين دار. خمس كيلوات. خمس كيلوات ما يعني يعني. وهي هاي ظليمة صارت، لأنه صار يعني نقص بالموارد. نقص بالموارد المالية. بس عوضناه بيش؟ عوضناه بزيادة التسعيرة. تسعيرة نعم. يعني الآن انطيناه 850
عوض عن الخسارة مال الداب واليوم. ناس تحسب 150 جنيه وزوجين. لا 850 850 برقية لكل المحافظات. باكر بالإعلام التسعيرة 850 والتأكيد على التجارة. السلم 850 هذا قرار مجلس وزراء يعني. لا منك. لا. 850 وقاتلنا من أول وحصل سمعت الرئيس الموافقة. نعم. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، وهذا الحقيقة كل التحية لمعالي الوزير وزير الزراعة على هذا العمل. احنا هذا نريده، نريد اليوم وزير الكهرباء يفتر بالمحطات، نريد وزير الموارد ولو ما مقصر وزير الموارد بالسدود 24 ساعة. دائما انا شاهده حقيقة ومتابع من خلال مجال عملي. نريد وزير الزراعة ما يقعد الفلاح لا دائرة الزراعة توصل ليش محتاج الفلاح لا أنا أنزل. بس اليوم هل إمكانية برنامج أرض السواد مثل إمكانية وزارة الزراعة؟ شو إحنا نطلع مصورين اثنين وأنا المقدم ويانا سائق ونطلع محافظات ونعرف الفلاح شو يريد. يعني اليوم وزارة وملاك كبير جدا لا نعتمد على فقط دائرة زراعة مع كل احترامي. ولكن اكيد ابو دائر اليوم دائره الزراعه بفلان منطقه تتكلم عن فقط الايجابيات حتى توصل للوزير انه احنا بدنا نشتغل. اليوم ايش قد حلو لما تكلم قال لا 850 التسعيره، واحد من الفلاحين قال له لا اخذوا مني ب 750 راسا سوى برقيه لكل الصوامع ووزير التجاره انه ب 850 خلصنا من هذا الموضوع. مرات اكو مواضيع تخلص بدقيقه اذا قرارات وزير. اليوم نتمنى على الجميع والمسؤولين وزراء انه يهتمون بموضوع الجولات الميدانية. شيخ اليوم جميلة هذه اليوم أنا ايضا باسمي وباسم الفلاحين اللي زارهم وباسم الفلاحين العراق نشكر معالي السيد وزير الزراعة الاستاذ كريم الخفاجي وهو زارنا ايضا للمدائن وزار مزارع عندنا بالمدائن ويستقبلنا اذا اريد نروح له ونتمنى له كل التوفيق. هذا جزء من نجاح الزراعه اذا استمر على هالحاله. نعم شيخ مسعد هو زاركم لكم؟ اي زارنا اتوقع قبل 8 اشهر. اي زارنا زاركم زار. تطلبوا طلباتكم بالمباشر؟ نعم في بعض الفلاحين انتم اليوم لان متعلمين على الضيافه واحنا نعم 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 متعلمين هذه على طلباتكم. الضيافه والله نضيف ونبقى نضيف هذا هو كرم العراقيين وما نبدلها على مود مصالحنا. اللي يجي الوزير نقول له اسمح لي خل ما فهمك قصدي مو اليوم احنا كلهن من بابه عرب. نعم يجي مثلا يستحي ما يقول يجي ما يقول له على الصاير مصاير على مود حتى هو حتى هو يسال هذا ليش هيجي هذا ليش هذا يعني راح تجي الاجابه يعني يقول له ما عندي يقول له ما محصل سماد هذا اللي زرع انتاجه مو شيء ما محصل كذا. هو زار الرجل زار المزرعه مال ابو محمد مال ابو محمد زارها وانطى توجيهاته يا هو زارها ارض السواد لا وزير الزراعه لا زارها ارض السواد قبل انا قبلهم بعد اقول لك اي لا انت زرت نعم انت زرت زار كل المناطق اللي زارها السيد الوزير واللي بعده مزايرها صحيح انت لك بصمه يعني حقيقه البرنامج الكادر كله من قناه الايام الفضائيه. نعم شكرا لكم على توجيهاتهم قاعد نشتغل. شيخنا نرجع على موضوع مهم جدا. تتوقع السنه الجايه حظ التسعيره 850 يبقى يعني؟ يبقى 850 بس انا متخوف انه الانتاج قليل اقل من هذا اللي هسه. ليش انتاج قليل اذا بعد الفلاح وصل هي 850 لا لا الانتاج قليل الانتاج راح يقل. قل لي ليش؟ اسالني اسالني ليش راح يقل؟ احنا هسه عايشين الحبوب اللي عندنا من مالت العام الماضي مال الخزين والحكومه اعتمدت قانون الامن الغذائي راح تشتري 5 ملايين طن تدعم الخزين وتاخذ هذا من نعيش بين مال هاي السنه. السنة الجاية احنا الخزين مالنا ما يكفينا مال الموسم. المي ما عندنا من هسه ما عندنا مي، من هسه ما عندنا مي. إذا ما هسه الدولة شوفوا لها شارة للمشاريع ويسووا مفاوضات جدية. السيد رئيس البرلمان أنا سمعت يعني خبر أنه السيد رئيس نائب رئيس البرلمان الأول
قال له انقطع. السابق منو؟ السابق. السابق استقال باخر. نعم السابق. قالوا سيد حاكم الزمان قالوا ما يستقيل إلا تصويت البرلمان. ها كرئاسة مجلس النواب. نعم نعم لأنه هو عضو بالرئاسة. ما يستقيل إلا إحنا هذا موضوع سياسي لجرنا. ما علينا فيها. لجرنا عليه ما بينحل نقول عليه أنه هو قال لازم انقاطع إيران وانقاطع كبضائع. إيه كبضائع انقاطعهم كبضائع بضائع وانقايضهم أنه يفتحون لنا المي نفتح لهم التجارة بيناتنا وهذا أنا أشجع. والله العظيم أقول كي خطوة بالاتجاه الصحيح وخطوة سيادية. اها خطوة سيادية بهذا الموضوع. نعم دفاع عن اقتصاد العراق احنا لازم ندافع عن حقوقنا احنا حقوق يعني هي مو نعم يعني مو مسوي فضل علينا اليوم يعني اغلب المحافظات العراقية المي نعم. قاعد يجيها من تركيا يمكن اتوقع ديالها هي المتضرر من موضوع مصادر المياه النيران بس ديالها نعم صحيح نعم ديالو جزء من بغداد صحيح جنوب شرق بغداد جنوب اي شرق بغداد مدائن وهذا المناطق اي نعم شيخ ابو سعد 800,000 رقم خلينا نتفق عليه رقم جيد جدا صح البورصه العالميه هي اصلا هي مرتفعه نعم بهذا الموضوع نعم. يعني اليوم اعلى سلطه زراعيه بالعراق هو وزير الزراعه وزير الزراعه يقول لك هالسنه احنا ما دعمنا وهالسنة صارت هضيمة على الفلاح. إيه وعوضنا عوضنا بالارتفاع. بالارتفاع السعر. تتوقع السنة القادمة اليوم إذا نريد نحقق فد رقم جيد أكو دعم حيكون حكومي لأن الخمسة كيلو على دونم. لا خمسة كيلو لا الخمسة كيلو ولا العشرة كيلو ولا حتى الخمسين كيلو تنطيني مال خمسة وأنا ما نزارع مية هذا أصلاً مو يعني مو دعم. زراعة هي دعم حقيقي أنت تنطيه خليه يذب القاع حتى تجاوب القاع جاوبه ينطيه حتى تنطيه يريد دعم الفلاح. ومو دعم يريد يباوع على كيس مال كيماوي يجيبه ويخليه يباوع عليه والله الدوله انطتني كيس كيماوي عنده 100 دانه من 100 دانه مدا على 50 10 8 يلا سده وغيره 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 يلا ينتج يلا يرتفع الانتاج ماله الى الطن ووراء مصاريف الحصاد والكراب والفلاحين والسقي والمضخات والعطل والتصليح وسيارته وعياله يعني حقيقه اذا تقسمها على عياله يطلعون براتب صحيح يطلع براتب والله صحيح نعبر المليونين شويه ان شاء الله نعبر يعني انا احنا بقالنا كركوك المحافظات الشمالية اي باقي بس المشكله اعتمادهم كان على المطر ومطر قليل قليل نعم قليل يعني مشكله ما اعرف نعبر ان شاء الله لان الحقيقه انه الارقام يعني تخوف لان مثل ما يكون اعتماد هي اسباب التراجع سببها كان قله الامطار والمي قليل والدعم ما كان عشان قله بعض المحافظات تحولت على السقي المحوري والله احنا ما مجربينه على مود حتى سالفه لا نريد مي هو نعم احنا ما مجربينه وحققت الارقام كلش حلوه لو حقيقه تتجه الدوله للسقي المحوري وللرش بواسطه المرشات المستقيمه والمحوريه والله مو يقولون 30% يعني توفر مي لا والله العظيم 10% انت تستهلك و90% انت تضمن من المي صحيح 10% تسقي به 400 دونم عند فلاح عندنا 400 دونم يسقيها مرشه مستقيمه نعم 400 دونم يعني لو اريد على مطورات ومضخات يوم ما اخلصها يراد اسبوعين اسقي مي والمروس يخلصها ب 18 ساعة اليوم احنا مجبرين لازم نستخدم هذا 18 ساعة يخلص سقي ب 18 ساعة 18 ساعة حتى لو مي مستمر مو مثل لما تنطيه بالمشروع انت مال 10 ايام مي ضخ على ال 400 دونم وما يقدر يخلصها خلينا نشوف احد التجارب طبعا احبت المشاهدين احد التجارب في محافظة واسط ايضا استخدموا السقي يعني الري الحديث من احد انواع الري الحديث هو المحوري وايضا حقق انتاج كبير جدا وما شاء الله خلينا نشاهد هذا الفيديو راجعين
من الأهداف العامة لمشروع التقانات هو نشر تقانات الري نتيجة التحديات اللي تواجه القطاع الزراعي خصوصا الشق النباتي، ومنها الشحة المائية المتراكمة على مدى السنوات الأخيرة. يتحتم علينا استخدام هذه المنظومات لمعالجة الشحة المائية وتقنين المياه بنسبة تقريبا 40%. حققت المنظومات خصوصا البري بالرش الخطية في قاطع منطقة الأحرار الحسينية اللي احنا هسه متواجدين بها، حققت إنتاجية طن و815، وبعض المنظومات في نفس القاطع حققت غلة بمعدل طنين و150 مقارنة تختلف على المناطق المروية سيحا، معدل إنتاجية لا يزيد عن طن و500 أو طن و600. بالنسبة لآلية تجهيز منظومات الري، تبدأ من الشعبة الزراعية، يقدم الفلاح طلب لرئيس الشعبة الزراعية، وبعدين نأخذ عينات من التربة والمياه، ثم بعد ذلك ترفع المعاملة إلى مديرية الزراعة. نظام الدفع بالنسبة لمنظومة الري يكون على أقساط مدة 10 سنوات. الدفعة الأولى بعد مرور سنة من استلام المنظومة، يتسنى الفلاح تسويق المحصول. رجعنا وياكم أحبتي المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. يعني أحد المسؤولين في زراعة محافظة واسط تكلم، قال هو الفلاح يطلب من تجهيزات الزراعية وتوفر لها بالأقساط. ليش فلاحنا اللي يريد كل شيء على الحاجة الجاهز؟ شو يريد؟ كل شيء على الجاهز. يعني شنو جاهز؟ راح يشتري بفلوس إذا كانت تقسط وإذا كانت تنقص، شنو جاهز يعني؟ يعني اليوم الفلاح اللي مثلا الصير فد قوانين تنسن من يعني اليوم، يعني اكو مثلا عندنا فلاحي مثلا ابو محمد. نعم. كان اول حلقه ميدانيه برنامج الغوصه. نعم. واتخذتنا الي. اي صحيح صح لو غلط. صحيح. رجال من يمه يقول على اليوتيوب وخبرات وسوى وعسق وكمل. اي وصل الى فكره اللي يريدها صح لو غلط. نعم. وكنا منعه ثمر. اي بالضبط. ايش قد بالميه من فلاحنا مثل فكره ابو محمد؟ اقل من 1%؟ بالعراق؟ اي والله النسبة ما تقاس 1%. صح لو غلط. هو يعني الفلاح اللي يريد كل شيء على الجاهز. لا مو على الجاهز. احنا ايش يريد؟ يرادنا ثقافة ارشادية. يراد ثقافة ارشادية. هذه هسه ما عندنا ثقافة ارشادية ومعاهد ارشاد الفلاحين ودورات للفلاحين، ما بيها شيء هسه. هي لو ودي لك من كل قضاء 4 5 يروحون دورة، يجون يعممون هالدورة، يروح يتعلم التقنية الري الحديث، الزراعة المائية، الزراعة الحديثة، الأسمدة شلون العضوية وغير العضوية شي تفيد، ايش الغلة للكيل الواحد اذا كان مخضر واذا كان اسمه ليش يزيد، شلون العوامل هذه. احنا مو بس احنا هنا بس بحوثنا، لازم واحد يتعلم من حاجه. انا اجي نفتقرها، عندنا موظفين جاي يسوون بحوث ولكن مو على مستوى الفلاحي. يعني مو تعتبر من دور الارشاد الزراعي؟ الارشاد دور الارشاد الزراعي، انت تظن الارشاد الزراعي المفروض، انت هاي برنامجك ظن برامج الارشاد الزراعي المفروض. والله يقدم النصائح ويقدم المشورة ويقدم الفكرة ويقدم ويسندها ب يعني بمقاطع يسندها ب يعني اليوم شيخنا، يعني حتى يقول لك انه السقي بالري الحديث مثل الطريقة المحورية. نعم. محصل انتاج طن و800 كيلو. نعم. احنا ابسط شيء عندنا التجربة هاي صار بس مو بالري الحديث، لا مطر. يعني يسقي تجي اول ريه مطر، يعني صارت بالمطر. صحيح. ينبت شكو حبايه تطلع ما يموت منعتها كل شيء، وتجيها مطره ثانيه يصير انتاج احسن من المي مرتين. يعني اي يعني يصير فالرش. نعم. الرش او الـ المحوريه
المرشات المحورية والمستقيمة هي الأنجح في زراعة الحنطة والشعير. نعم الأنجح. نخلي ننتقل لموضوع آخر بما أنه أيضا مهم، هي موضوع البذور. قبل كانت عندنا بذور عراقية، نعم، يقول لك أنه لما تقدر تستخدمها، يعني لما تنتج تستخدمها مرة ثانية للزرع. نعم. رحنا اتجهنا على بذور مستوردة، خاصة البذور الأمريكية ومن دول أخرى. نعم، وصلتنا البذور قبل ما يصعد هسه السوق مالها، من شان ترى وصلت فوق المليون. ايه. مليون ونص، يسمونها مغلفة، تجي بالشياسة صغار. صحيح. تجي مغلفة و ما نقدر نستخدمها مرة ثانية للزرع. ما تستخدم، هم يعني متقصدين. ايه متقصدين. ايه. ليش تركنا البذور العراقية؟ ما تاركينها. احنا عندنا بذور هسه، عندنا برنامج وطني لزراعه الحنطه. أي. عندنا فلاحين جاي يزرعون بذور ويسلمونها للي ما بين النهرين، شركه ما بين النهرين. تقاوى جديده واسماء لها جديده، وبحوث اكو عندنا ايضا عاديه، ولكن ما تكفي بالبلد كله. بس اكثريه الفلاحين يستخدمون بذور مستورده. اي يستخدم بذور لغرض زياده انتاج، يريد انتاج، لان هي صح نوعيتها زينه وهذا الامر. نعم نعم، بس الحنطه العراقيه ترى حنطه عراقيه احسن من الحنطه المستورده. يعني كلها جين ذي. اي ما ادري ايش لاعبين بها. احنا هسه الحنطه العراقيه حتى سكرياتها اقل من هذا السكر السليلوز وربعه، يعني يسمونها حنطه سمراء. يعني الحنطه مالتنا مو بيضه مثل هذه. فعلا اللون الاشقر على حمار، يعني حتى صحي اكثر. صحي، والاكل ماله يعني طعم، ماله طعم، ماله مو مثل طعم هذا حشه نعمه الله، يعني مرات تصير مثل مطاط لاستيك. يعني ما يرحم التشريب. ما ابدا. ما يرحم التشريب. ايضا خلي نذهب لموضوع مهم ايضا، يعني اليوم لما نتكلم على دعم الوزارة، موضوع الري وموضوع هذا الأمور، وأيضا عمل وزارة التجارة، تتمنى تتغير موضوع التسليم التقليدي والصكوك وهذا، يعني أكو حقيقة تطور، يعني أكو دول يصير على بطاقة السيم كارت، يعني العفو الكي كارت مثلا، يعني طالبت والله ما طالبنا، بس هو يصير، يعني مسألة مو صعبة أبد، مو صعبة. أنت شوف هسه الموظفين جاي يرقن قيد راتبه بفلان مصرف مثلا، من تجي الفلوس مالته بالمصرف تجي رسالة يقول له روح أخذ فلوسك. هاي يقدر الفلاح يسويها، أيضا يسوي نفس اللي. نعم. بس ما معمول بها، يعني ما أعرف لأسباب اللي يعني ما مطروح الفكرة، ما مطروح. نعم. الفلاح رافضها وما رافضها، لا ما مطروح الفكرة هذه حتى هسه، ما مطروح. بما أنه حل بهذه الأيام، هي أيضا مو أيام حصاد، هذه الأيام اللي راحت. نعم. أكثر الفلاحين أجروا الحاصودات. اي اجره اكثرهم، اخو ممكن فلاح عنده حاصل 130 مليون من يشتري بالخمس دوانه لياجر بالخمس دوانه وبالعشره. كلها سنه اسعارها كل دونم هم زيد لين زيد بين العشره بين ال 15، لا يعني تقريبا ظلت بين العشره، يعني حسب المنطقه، المزارع الصغيره تنطي 15 وشوي فوق 15، الكبيره 400 500 دونم على 10 صرف يطلع يعني، وهكذا. ممتاز. نعم. طبعا بما انه احبه المشاهدين تكلمنا على موضوع الحبوب، وموضوع انه الابتعاد للاسف شويه شويه قاعد يصير من الحبوب العراقيه بسبب اليوم نوعيه البذور، عفوا، اللي قاعد نستخدمها جايه مهجنه من الخارج، لان نوعيتها تكون افضل، ولكن بدون ما نقدر نستخدمها مره ثانيه. كانت عندنا زياره الاسبوع الماضي لمحافظه صلاح الدين ناحيه الشيخ جميل، وايضا التقينا مع مزارعين الحنطه، يعني احد الاشخاص عبد العزيز شرح لنا موضوع الاختلاف بين البذور العراقية والبذور المستوردة. خلينا نشاهد هذا الفيديو راجع. هذا الموسم قد راح نجيب؟ بدأ احنا الحصاد بدأ تقريبا، هواي محافظات مليون ونص. شقد؟ مليون ونص ويا المستورد. والعراق يحتاج 5.5. اي يحتاج. مين راح نستورد؟ ايه. تدري القائمه مال افضل المنتجين للحنطه ايش قد؟ ها؟ الهند والصين 135 مليون طن. روسيا 80 مليون طن. انا قلت لك العراق ايش قد؟ 17 مليون طن. صح ولا لا؟ الدونم. يعني ينتج لازم 17 مليون طن. احنا نقدر نسوي خلال سنتين ثلاثه اذا كانت اكو دعم حقيقي من الوزاره. مو بس من وزارة الزراعة، كهرباء، ري، كل الوزارات إذا تكاتفنا. عبد العزيز، أنا يعني إذا تقول لي عزيز، عزيز تريدك تنتج لي إنتاج دقيق. عبد العزيز،
اذا العراق يحتاج له بهالموسم حسب توقعاتك راح ننتج 1.5 مليون. هذا كم دونم؟ هاي 200 دونم. أي. ماشي. أي. الدونم ايش قد يذب؟ لازم ايش قد لازم ايش قد لازم من طن نقول 950 كيلو أي. الى طن وقبع. أي. انا ايش قد الذب؟ 750. ليش؟ واكو اقل. واكو واحد بكلكوك ذب 200 كيلو بالدونم. هاي شنو سببها؟ سببها كيمياء وماكو. ايه اكو سعر غالي. غالي. لا مليون وقبع وصل الطن. ايه انا خبر اقعد ما ازرع. ايه احسن. صح ولا لا؟ زين البذور الهجينه اللي دخلت العراق اني هسه هاي الحدباء اني لو ما ضامها كان ما انتجت لي 750 لا بدون كيمياء وداب. زين اليوم ليش الحكومه قاعده تستخدم هاي البذور الحدباء؟ ما جاي تستخدمها؟ ليش؟ لا احنا ما نذب اللون كله على وزاره الزراعه. ليش؟ المكاتب جاي تستورد من دول الجوار كلها مهجنه ومن امريكا كذلك جاي نستورد كلها مهجنه يصيحونها. شنو عيب المهجن؟ هسه هاي الحدباء ها او اباء 99 او العراق 1 و2 العراقيات نقول اللي احنا كنا نزرعها من زمان من التسعينات الثمانينات تزرعها كهجين ها تيجي تهجن هي امايه راح تنتج لك امايه يعني الحبايه تطلع نفسها واصيله مثل امها الاصيله اما الهجين ازرعه ما يطلع راح يطلع لي حبايه متينه زينه ابغى عليها والله درجه اولى هاي الحبايه يجوز الدونم يذب لي طن و900 العفو رجعنا وياكم احبتي المشاهدين. طبعا هذه الحلقه صورناها قبل 10 ايام وكان كنت ويا عبد العزيز نتكلم على موضوع الحنطه. انا قلت له جيت اتوقع العراق ينتج اجت حساباتي 1.8 مليون 3 ملايين طن هو قال لي 1.5 مليون. صراحه انا ما كنت مصدق بهذا الرقم ولكن حسب الارقام 1.7 مليون اذا هو اللي فاز عليه وتوقع كان هو الصحيح. بس الرقم صح مو زين بس هو انتصر قريب هو اقرب عربي 200 يعني هو فرق 200 الف الفلاح ما شاء الله صار خبره بهذا المواضيع. اي نعم والله صار مهندس الفلاح العراقي صار مهندس كثر الحاجه خلته يصير مهندس يعني نعم. يعني قام يعرف يقدر يعرف الانتاج يعرف يعني خبره يعني هي خبره العراقي خبره. بدقيقة واحدة ايش الطالب اليوم وزارة الزراعة رئاسة الوزراء وزارة الموارد المائية للاستعداد لموسم قادم جدا واحنا في أزمة غذاء عالمية. أولا تحية وتقدير لكل المسميات اللي حكيتها من وزارة الري وإلى وزارة الزراعة وإلى وزارة التجارة وإلى رئاسة الوزراء. نعم. احنا شعب واحنا أبناء هذا البلد يجب أن نتكاتف ونتعاون نطلب من وزارة التجارة أن تبقى على هالمنوال هذا يعني من يجيها المحصول تنطي قيمته للفلاح حتى يستمر يسند الموسم الآخر. وزارة الموارد المائية أقول لهم مهمتكم ترى احنا في أزمة عطش خانقة حقيقية سبحان الله. الله ما جاي يرحمنا المطر والمشاريع وقفت وحيروا بينا حيروا بينا يعني هذا كلام عربي أقول لك حير بينا يعني أنت تشوف شغلك وانت وزير يعني لذب على الحكومه ولذب على رئيس الوزراء وما اعطوني دعم واجبك كوزير تبتكر وتجيب البديل. صحيح. نعم وزير الزراعه تحيه للسيد وزير الزراعه الخفاجي مشكور جاي يتابع ميدانيا ويمشي ميدانيا وان شاء الله يوصل للاهداف اللي يريدها وهو الاكتفاء الذاتي من كل المحاصيل. كل التحيه والشكر لك الشيخ ابو سعد. الله يسلمك ويسعدك. عضو الجمعيات الفلاحيه. واذا تسمح لي تحيه لكل فلاحين نقد منهم. اكيد. باسمك وباسم هذا البرنامج تحيه لكل فلاحين العراق اللي سوقوا واللي راح يسوقون وان شاء الله الخير قادم والله لازم يرحمنا لان احنا ماشيين صح. ان شاء الله. نعم. حيل الله. طبعا احبتي المشاهدين يعني قبل الختام رساله لوزاره الموارد المائيه دائما ببرنامجنا احيي عملكم ودائما اسالوا الاستاذ عون ذياب والاستاذ علي الراضي دائما اهتم بعملكم دائما اشكر الجهود الكبيره. احنا اليوم بازمه عطش مثل ما قال الشيخ ابو سعد المسعودي اليوم الجانبين اذا اليوم تقولوا لنا مثلا ايران تقول لك انا عندي ازمه جفاف خاصه بالمناطق الحدوديه على العراق تروح على تركيا يقول لك انا عندي مشروع شرق الاناضول اريد اكمله.
صعبه، خاصه احنا اليوم بحاله السياسيه العراقيه حاله ضعيفه مقابل الدول الاخرى. خلينا نتفق على هذا الموضوع بسبب الظروف اللي دا نعيشها وعايشيتها قصارنا 30 سنه. فاليوم عندنا حلول كبيره وكثيره جدا، موضوع السقي الحديث، التنقيط، المحور، الرش، ما شاء الله عندنا سنحاري وعندنا شركات اخرى خاف انساها النعمان، ايضا عندنا شركه النعمان بموضوع الري الحديث. فنتمنى من الان قبل حتى ما ندخل هذا الموسم اللي جاي، لان يعني اليوم 1,700,000 عيب والله العظيم، اصلا ما يصير لازم نتكلم به بالاعلام، العراق ينتج فقط 1,700,000. تركيا الحدوديه واللي عندها هدف للوصول الى 19 مليون طن، شوف الرقم الكبير جدا. فاليوم عتبنا على وزاره الموارد المائيه، لا نظل بس نتكلم وخلاص، لا خلي نفتح صفحه جديده، مشروع وطني للري الحديث. الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد، نلتقيكم بحلقات اخرى على الصحه والخير والبركه والعافيه. الى اللقاء.